حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة الفجيرة، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي 7 على 7. وإن شاء الله اليوم معانا مجموعة من الأخبار والمواضيع جنبناها لكم من كافة إمارات الدولة ومن إمارة الفجيرة على وجه الخصوص. أمسي بالخير على زميلتي مروة، حياك الله يا مروة. يسعد مساك يا علي ويسعد مساكم مشاهدينا وإن ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج 7 على 7، بنتحدث عن مواضيع وايدة وأكيد بتكون ضمن إماراتنا السبع. إيش حالك اليوم يا علي؟ الحمد لله رب العالمين، كل شيء تمام. ما شاء الله أحسك اليوم متفائل وسعيد، ما شاء الله عليك. يا رب دومكم متفائل يا رب. يعني الله يسعدك دوم. الواحد دائما يسعى دائما انه يكون فعلا افضل، ولو ان بعض هنا ما بنسميها يعني منغصات، بنقول بعض التحديات اللي تواجه الانسان فعلا. ترى هذه التحديات هي سبب لتقوية الإنسان وتغلبه طبعا على هذه العقبات ليكون فعلا أفضل إن شاء الله يوم بعد يوم فعلا. نبدأ حلقتنا يلا تفضل. وأكيد عندنا اليوم أخبار جدا جميلة ورائعة، وبنسير معكم مشاهدين الكرام لهذا الخبر، حيث أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات جاهزية مراكز تسجيل المرشحين التي تتوزع في على جميع إمارات الدولة، والتي ستفتتح أبوابها إن شاء الله بشكل رسمي لتلقي طلبات الراغبين بالترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في الفترة من 18 ولغاية 22 من أغسطس 2019. وقد حددت اللجنة الوطنية للانتخابات المراكز بحيث يتمكن جميع الراغبين من الترشح طبعا من الوصول إليها بيسر وسهولة، وعلى النحو التالي: في إمارة أبوظبي يتم تحديد مجموعة من المراكز وهي مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الطابق الثاني، وفي العين فقد تم تحديد قاعة رئيس مجلس الإدارة في استاد هزاع بن زايد، وفي الضفرة فقد تم تحديد مجلس مدينة زايد، وأيضا في دبي تحديد قاعة حتى سيدي في مركز دبي التجاري العالمي، وفي الشارجة فسيتم قبول استلام طلبات الترشح في قاعة رقم 1 بمبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارجة، وفي عمان بيتم استقبال الطلبات في قاعة الشيخ حميد في متحف عمان، في حين بيتم استقبال الطلبات في أم القوين في مركز التنمية الاجتماعية بأم القوين، وفي إمارة رأس الخيمة بيتم استلام الطلبات في قاعة الكبرى بالمركز الثقافي في إمارة رأس الخيمة، وفي الفجيرة بيتم استلام الطلبات في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في الطابق الثامن. صحيح مروة، أيضا بينت اللجنة أن على الراغبين في الترشح للانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أن تتوفر فيهم الشروط الدستورية، وهي أن يكون مواطني إحدى إمارات الاتحاد ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وأن لا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية، أي أن يكون من مواليد يوم 4 أكتوبر 1994 وما قبله، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام بالقراءة وأيضاً الكتابة. وأيضا حددت اللجنة الوطنية للانتخابات إجراءات الترشح وفقا للتعليمات التنفيذية، بأن يتم تقديم طلبات الترشح خلال الفترة من بين 18 أغسطس ولغاية 22 أغسطس 2019، وأن يقدم طلب الترشح بواسطة طالب الترشح نفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة، وتقديم طلب الترشح إلى لجنة الإمارة اللي ينتمي لها طالب الترشح في الأماكن اللي حددتها هذه اللجنة. وأوضحت اللجنة أن الوثائق المطلوبة لإتمام عملية التسجيل بالشكل الصحيح، حيث ينبغي على المتقدم بطلب الترشح سواء بنفسه أو من خلال الوكيل إبراز بطاقة الهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وخلاصة القيد وشهادة بحث الحالة الجنائية موجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى رسم تسجيل بقيمة 1000 درهم يدفع عن طريق الدرهم الإلكتروني عند تقديم طلب الترشح وغير قابل للرد. نعم، وأيضا على الراغبين من أعضاء الهيئات الانتخابية للترشح للانتخابات ويشغلون في الوقت ذاته وظيفة عامة سواء كانت اتحادية أو محلية تقديم شهادة تفيد بحصولها على إجازة من عمله من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية من 3 سبتمبر 2019 وحتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات في 5 أكتوبر 2019، ولذوي الصفة العسكرية يجب على طالب الترشح من ذوي الصفة العسكرية تقديم
تقديم شهادة تفيد موافقة جهة عمله على منحه إجازة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية من 3 سبتمبر 2019 وحتى تاريخ اليوم محدد الانتخابات في 5 أكتوبر 2019. صحيح، ودعت اللجنة كافة المواطنين للتحقق على ورود أسمائهم في قوائم الهيئات الانتخابية للانتخابات، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة الوطنية للانتخابات أو عبر التطبيق الذكي اللي يحمل عنوان اللجنة الوطنية للانتخابات الموجود على متجر أبل ومتجر جوجل، أو بالتواصل مع مركز اتصال اللجنة الوطنية للانتخابات على الرقم 600 5 4 0 5 4 0 ولا 5 0 4 0 5، أو زيارة مقر لجان الإمارات المنتشرة في جميع إمارات الدولة للتأكد من ورود أسمائهم في القوائم الانتخابية الخاصة بالإمارة اللي يمثلها. طبعا نتمنى التوفيق للجميع، وكلهم أكيد يساهمون في نهضة هذا الوطن وبنائه، وطبعا وجودهم لا شك أن له رسالة فعلا هامة، والحمد لله رب العالمين. القيادة الرشيدة يعني ساهمت بشكل كبير وأعطت فرصة رائعة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة أن يساهم في هذه التنمية. مواضيعنا جميلة اليوم إن شاء الله كلها إيجابية. يلا نبدأ نصير طبعا لموضوع جديد وجميل، وبنتكلم عن تفاصيل الصالون القانوني، بتعرفون إن شاء الله تفاصيله خلال الحلقة، وأيضا المحفظة الرقمية، وبنتعرف أيضا على تفاصيل أكثر مع ضيوفنا لحلقة اليوم. محاضرة القيادة الشخصية أيضا راح يكون هذا موضوعنا إن شاء الله خلال حلقتنا، وهالموضوع على فكرة أنا وايد مهتم فيه، بنستفيد منه إن شاء الله. نستفيد من اليوم. وأيضا وزارة الموارد البشرية والتوطين تعلن عن البدء بمنح تصاريح العمل للمنشآت الراغبة بتعيين الذكور ممن هم على إقامة ذويهم، أكيد هذا يخص الشباب، فبنتعرف أيضا مع بعض على هذا الموضوع في حلقتنا لليوم. على طاري الشباب أيضا، أنت ذكرتيهم من شوي، وفي عندنا برنامج اسمه برنامج القائد الشاب شهاب، إن شاء الله بنتعرف عليه. ونروح الآن مشاهدين الكرام إلى أول موضوع طبعا بنتناول إن شاء الله، أول تقرير معنا في ذكرى رحيل شاعرة القمر وفتاة العرب عوشة بنت خليفة السويدي. طبعا بهذا الموضوع نظم مجلس الحيرة الأدبي بالشارقة أمس الأحد 28 من يوليو ندوة بعنوان رؤية القصيدة. فعلا مشاهدينا حضرها عدد من الشعراء والباحثين الأكاديميين، وإلى جانب عدد من النقاد الأدباء، وتناولت قراءات وايدة وتحليل قصائد فتاة العرب. خلونا نشوف ويا بعض هذا التقرير. طبعا الندوة مخصصة لشاعرتنا الكبيرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي فتاة العرب، رمز من رموز الشعر لدولة الإمارات العربية المتحدة، عدلها الكثير من الأدباء والكثير من الشعراء، تغنى لها الكثير من فناني دولة الإمارات وفناني الخليج، وفعلا مفخرة لهذه الدولة العزيزة أن نجد في مثل هذه الشاعرة قامة أدبية متميزة نعتز بها ونكلها كل التقدير والاحترام. وسعدنا بوجود الأخوة طبعا المشاركين في هذه الندوة اللي فعلا توصياتهم أسعدتنا وزادتنا فرح وسرور، وفعلا تستحق شاعرتنا القديرة عوشة بنت خليفة السويدي من مثل هذه الجهود الخيرة. ظهرت في وقت الإعلام هو الإعلام التقليدي، ما وجد فيه الإعلام الجديد هذا اليوم، الوسائل الذكية الحديثة. أتوقع في ذاك الزمان خذت حيز من الإعلام، لكن مش تدري طابع النسائي طبعا يحاول أن يبتعد عن الظهور الإعلامي، فكانت عوشة من ضمن هذا المسار ومن ضمن هذا الشيء يعني، فكانت العادات والتقاليد لها مساحة كبيرة في محافظة الأنثى على مكانتها كأنثى. ولكن عوشة الله يغفر له ورحمه تميزت، عرف ابن الإمارات، عرف ابن الخليج، ابناء الوطن العربي، أصبحت رمز يفخر به كل من يعيش على هذه الأرض دولة الإمارات. طبعا استضاف مجلس الحيرة الأدبي هذا المساء ندوة رؤية القصيدة بمناسبة مرور عام على رحيل الشاعرة فتاة العرب.
تناول الباحثون في هذه الندوة سيرة الشاعرة وبدايات الشعرية ورؤية شاملة لقصائد الشاعرة من الناحية النقدية ومن الناحية البلاغية والأدبية. عن نفسي قدمت قراءات لقصائد الشاعرة عوشة، اخترت مجموعة من أبرز وأشهر قصائدها وقرأتها في هذه الندوة. طبعا هذه أبرز قصائد الشاعرة التي نالت شهرة واسعة، بعض منها تغنى بها الفنانين والمطربين، وبعض منها يعني تعمدت أن أختار أيضا قصائد أخرى غير يعني مشهورة من باب التنويع، أن الشاعرة لها جوانب أخرى أيضا من غير القصائد المغنى. أهلا بكم من جديد. الآن بنتحدث إن شاء الله عن الصالون القانوني. طبعا هو برنامج إعلامي خاص لجمعية الإمارات للقانونية والمحامين، وهو منصة توعوية يطرح مواضيع متنوعة ومهمة تخص المجتمع. صحيح يا علي، وأيضا بنتعرف على التفاصيل أكثر بضيفتنا، بنتعرف على هذا الموضوع مع ضيفتنا في الاستديو الأستاذة إيمان الرفاعي، محامية وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين ومدير مقدم برنامج الصالون القانوني. أهلا ومرحبا فيك. أهلا فيك. هلا نورتينا. الله يسلمك. خبرينا شو هو الصالون القانوني. الصالون القانوني هو برنامج إعلامي تابع لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين. نعم. جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين هي جمعية مهنية أحد أهدافها نشر الوعي القانوني عن طريق إصدار البحوث والكتب، إقامة دورات ندوات. حبينا نطلع شوية عن النمط التقليدي في نشر الوعي القانوني، فأنشأنا الصالون القانوني. جميل. جميل جدا. لو نروح للأهداف التي ترتكز عليها جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وأيضا الأهداف لهذا الصالون. أنا ذكرت بداية كلامي أن نعم. الهدف الرئيسي لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين هو نشر الوعي القانوني. نعم. من خلال إقامة الندوات والمحاضرات، إصدار البحوث والدراسات، هذه أهم أهدافها يعني. نعم، نروح نتكلم عن الصالون القانوني بالذات. هدف الصالون نعم. القانوني هو نعم. استثمار الوعي القانوني من خلال إقامة جلسات. هذه الجلسة نستضيف فيها ضيف متخصص في موضوع معين، نتكلم عن موضوع تخصص هذا الضيف بالإضافة إلى الجانب القانوني لهذا الموضوع. إنزين إيمان، شو الأسس اللي تعتمدون عليها في طرح هذه المواضيع في الصالون القانوني، ومدة الجلسة كم؟ مدة الجلسة 45 دقيقة إلى ساعة. نعم. الأسس اللي احنا نختار عليها الموضوع والضيف المتخصص على حسب يعني نشوف اهتمامات المجتمع. احيانا تكون عندنا احنا كمحامين قضايا في نوع معين من القضايا. نعم. نشوفها انتشر في وقت معين، فنشوف احنا بالصالون القانوني نقدم يعني مثل توعية. نعم. عن هذا الموضوع. الحضور فيه يكون من عامة يعني من كافة شرائح المجتمع، احيانا يكون في فئه مستهدفه للموضوع، واحيانا يكون الموضوع يعني يهم كافه اطياف المجتمع. تاخذون بعين الاعتبار الاعمار الموجوده والمشاركين وياكم في المواضيع المطروحه او في اختيارها؟ في على حسب الموضوع. نعم. احيانا في مواضيع تهم المجتمع ونخص فيها المراهقين. نعم. فيعني احنا نحب انه يكون الحضور يكون من المراهقين. نعم. ومعهم اولياء امورهم، فدائما اختيارنا للموضوع يكون عام على اساس ان الحضور تكون اصلا هي الدعوه عامه، فالحضور يكون من جميع الاعمار يعني احنا. نعم. ما نحدد عمر معين للحضور، بس اذا كان الموضوع يخص فئه معينه ومثلا عمر معين في الاعلان نذكر ان احنا نخص مثلا الفئه المستهدفه. نعم. الفئه الفلانيه، بس اغلب حلقاتنا كانت دعوه عامه يعني فيها. نعم. جميل. وين هي الاماكن التي دائما تقام فيها هذه الصالونات القانونيه، وكيف تختارون الاماكن ايضا؟ الاماكن مختلفه. اختيارنا للمكان يكون مناسب لكل الناس ان يقدرون يجون، يعني اللي يكون على حسب الإمارة يعني إذا كان في دبي نختار مكان يقدر اللي جاي من أبو ظبي الوصول. نعم. إليه أو من الشارجة يوصل له. نعم. حتى من الفجيرة، فإحنا أحيانا نسوي حلقات في دبي، نسوي حلقات في الشارجة،
أماكن عامة، ما نحدد مثلا مقر الجمعية، يكون مكان عام يقدر أي شخص يوصل له وإنه هو يشارك فيه لتوعية أكبر عدد من الناس. بالضبط. نعم، خبرينا هل يناقش الصالون هذا القانوني بس الجوانب القانونية فقط؟ أنا ذكرت ببداية حديثي أنه هو يتكلم عن موضوع معين، ناخذ من الموضوع هذا الجانب القانوني، يعني نتكلم عن موضوع معين بالإضافة إلى الجانب القانوني لهذا الموضوع. ما يتفرع منه مواضيع اجتماعية، يعني اجتماعية أو ثقافية، أو ثقافية، ولا مجرد قانوني؟ هو يكون أصلاً موضوع اجتماعي أو ثقافي أو إعلامي أو مصرفي. نعم، هذا الموضوع نفسه أكيد في شق قانوني نتكلم فيه من الناحية القانونية ومن الناحية التخصصية من في هذا الموضوع. من اسمه صالون قانوني مختص في القانون. نعم. بس هو يعني مثلاً إذا كانت الحلقة مثلاً تتعلق في المواضيع المصرفية، فإحنا نتكلم من ناحية مصرفية بالإضافة إلى الجانب القانوني لهذا الموضوع. نعم. أيضاً طرحتم موضوع الرواد المشاهير بين الرغبة والتأثير والالتزام بالمعايير، حدثينا أكثر عن هذا الموضوع وكيف كان تأثيره والحضور أيضاً. حلقتنا كانت فعلاً حلوة، ضيفنا في هذه الحلقة كان الإعلامي منذر المزكي. نعم. وكان الحضور غير متوقع من جميع الأعمار، تكلم في هذه الحلقة عن تجربته كإعلامي وكأحد المؤثرين. نعم. في وسائل التواصل الاجتماعي. الحضور كان في 7 سنين، في 10 سنين، في 16 سنة، وكانوا حاضرين مع أهاليهم، يعني مع أولياء أمورهم. فعلا كانت الحلقة مميزة من الضيف ومن الموضوع والحضور. نعم. والحمد لله الكل استفاد، يعني حتى أولياء أمور كانوا يكلموني بعد الحلقة، بعد الجلسة، يعني يقولوا لي إنه مشكور إن قدرنا نوصل للأستاذ الضيف، يعني أستاذ منذر، إن عيالنا عندهم بعض الأسئلة والاستفسارات يبون يعرفونها من المشهور، لأن في أحد الأطفال يشوفونه هو البطل أو يشوفونه هو الآيدل. نعم. فقدروا إن هم يتواصلون معاه تواصل مباشر. نعم. فإحنا يعني نحاول إن نوصل لأكبر عدد من. نعم. الناس يعني. أستاذ إيمان، هل يتم مناقشة العديد من القوانين، خلينا نقول الخاصة، مثل مواضيع معينة تخص الشباب، المرأة، أو خط خاص خلينا نقول استشارات القانونية؟ إحنا ما أو للخدمة هذه؟ إحنا في الحلقة نفسها هي المقدم، أنا أقدم البرنامج مع الضيف أسئلة، بعض الأسئلة، ويكون مشاركة للحضور، يعني حتى الحضور يقدرون يسألون الضيف ويستفسرون عن أشياء تخصهم هم، ممكن تكون أشياء عامة وممكن تكون أشياء شخصية. نعم. فهي يعني جلسة حوارية، بس مثل ما قلت لك نطلع فيها عن النمط التقليدي يعني. نعم. نعم. أستاذ إيمان، كيف أيضا تقسمون المواضيع ما بين فترة وفترة على حسب مثلا الموسم، على حسب المواضيع الدارجة حاليا في المجتمع والتي تشغل الرأي العام؟ على سبيل المثال بعض الأحيان في بداية المدارس أو يعني أيام المدارس في موضوع التنمر منتشر، في أيام مثلا الصيف تكثر السفرات، وأيضا هناك بعض الأشياء القانونية التي يجب أن يلتزم بها المسافر داخل وخارج الدولة، هل تتطرقون إلى هذه المواضيع على حسب الموسم وأيضا انشغال الرأي العام مثلا بمواضيع معينة، أم كيف تقسم المواضيع؟ نعم، إحنا مواضيعنا نختارها من المجتمع، نشوف المجتمع شنو يحتاج، أو مثلا متجه في أي اتجاه معين. في ناس عندها أسئلة قانونية وأسئلة تخصصية في موضوع معين. نعم. فإحنا نستضيف ضيف يكون متخصص في هذا الموضوع نتكلم معه، والحضور. نعم. من جميع أطياف المجتمع، من كل الإمارات، إمارات الدولة، إذا الناس ما تقدر تيجينا إحنا نقدر نروح لها. يعني في ناس كانوا يقولوا لي أستاذة ليش ما تسوي لنا محاضرة مثلا في أبوظبي أو في أي إمارة أخرى، سوينا في مدينة العين، آخر صالون كان في مدينة العين، فإحنا مو محتكرين في إمارة معينة أو في مكان معين في موضوع معين، لا، إحنا مثل ما ذكرت أستاذ نشوف اهتمامات المجتمع في الوقت الفلاني في شنو نتطرق له يعني. نعم. المحاضرة الأخيرة لكم إيمان كانت عن موضوع ذكريات مع الشيخ زايد الله يرحمه، خبرينا أكثر عن هذا الموضوع.
هذه الحلقة كانت آخر حلقة من تقريبا كم يوم يعني. كان ضيفنا استثنائي وموضوعنا كان استثنائي، كان عنوان الحلقة ذكريات مع الشيخ زايد الله يرحمه، وضيفنا كان معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان. تكلم معالي عن ذكرياته مع الشيخ زايد، فإحنا الجلسة كانت أصلاً غير عن باقي الجلسات، ما كان فيها وايد أسئلة لأن كنا حابين نسمع من معالي الشيخ أكثر ذكرياته مع الشيخ زايد. فكانت فعلاً يعني حلقة ما أعتقد أنها راح تتكرر. طيب الله ترى أكيد ذكر الشيخ زايد لما يعني ينطري الكل يسمع بل يستمع ويراقب يعني أدق التفاصيل فيه. فعلاً يصغي. نحن سعدنا جدا بهذا اللقاء أستاذة إيمان، شكرا لك على حضورك. إيمان الرفاعي محامية وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين ومدير ومقدم برنامج الصالون القانوني، شكرا جزيلا لك. نورتينا. الله يعطيك العافية. شكرا. ومستمرين معكم مشاهدينا، ولكن بعد هذا الفاصل خلكم معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7x7، فقرات برنامج 7x7 مكملة وياكم، والحين بنروح لإمارة أبو ظبي. أطلقت دائرة القضاء في أبو ظبي المحفظة الرقمية لخدماتها، ويأتي في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبو ظبي، بالعمل على التطوير المستمر للخدمات عبر استخدام أحدث التقنيات لتكون دائرة القضاء في أبو ظبي من أوائل الجهات الحكومية اللي توفر تلك الخدمة المتطورة. وللمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ سعيد يوسف القادي رئيس قسم تقديم الحلول التقنية إدارة تقنية المعلومات بدائرة القضاء في أبوظبي. أهلا وسهلا فيك معنا، وسعيدين جدا بهذه المداخلة. هلا يا مرحبا وسهلا، أرحب فيكم وأشكر لكم متاحة الفرصة نتحدث بعض الجوانب اللي نعمل فيها دائرة القضاء في أبو ظبي. يا مرحبا حياك الله. بداية نود التعرف معك بنبدأ عن أحدث الخدمات الرقمية التي تم إطلاقها في دائرة القضاء بأبو ظبي. والله نشتغل نحن بدائرة القضاء يعني حسب توجيهات القيادة عندنا ومتطلبات الأعمال بشكل دائم ومستمر في تطوير الخدمات وتحسينها وتحسين الخدمة المقدمة للمتعاملين وإعادة هندسة الإجراءات وتقليل الخطوات لتسهيلها للمتعاملين، وهذا كله في إطار تحسين تجربة المتعاملين وتحقيق أهداف من ضمنها اللي هي سهولة الوصول للعدالة. وخلال الفترة الماضية القصيرة يعني كانت عندنا مجموعة من الخدمات تم إطلاقها اللي هي خاصة بالخدمات الرقمية، ممكن نتطرق لبعضها اللي هي كانت من أهمها خدمة قيد الدعاوى المدنية عن بعد، وكان عندنا خدمات تقديم طلبات أثناء التداول وما بعد الحكم اللي هي خاصة بالمتعاملين وأصحاب مكاسب المحاماة اللي هي بمختلف درجات التقاضي. وأيضا كان عندنا خدمات اللي هي خاصة بمركز رؤية المحظونين اللي هي يقدر من خلالها المتعامل يربط ملف الدعوة بحساب الدخول الذكي اللي هو سمارت باس ومستخدم على مستوى دولة الإمارات، ويقدر من خلاله يقدم مجموعة متنوعة من الطلبات من خلال التطبيق الذكي للدائرة وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني. وأيضا قمنا بتفعيل منظومة الاتصال المرئي واستخدمناها استخدامات متعددة، كان من ضمنها مكاتب تحضير الدعوة عن بعد اللي هي تسمح للمتعامل ومكاتب المحاماة استكمال مستندات الدعوة والبيانات المطلوبة قبل موعد الجلسة، يعني من دون الحاجة لحضور الأطراف، ويساهم طبعا هذا في تقليل مدة التقاضي. تعرفين يعني بدل ما الشخص يحضر ويتكبد على أنه يحضر لمقر الدائرة، من خلال الاتصال المرئي يخلص كل الإجراءات المطلوبة والبيانات المطلوبة. وآخرها كان عندنا اللي هو إطلاق المحفظة الرقمية. نعم في أستاذ سعيد، كنت بسألك شو هي المحفظة الرقمية بالضبط وكيف آلية عملها؟ المحفظة الرقمية يعني هي خدمة متقدمة نقدر نقول، يعني تم تطويرها لإثراء وتحسين جودة الخدمة المقدمة يعني. نعم. وهذا كله يتماشي مع خطة حكومة أبو ظبي للتحول الرقمي لتقديم الخدمات الرقمية، ويعني احنا حاولنا نستفيد من التقنيات هذه
بحيث انها تمكن المتعامل من متابعه متطلبات، يعني الطلب اللي قدمه يقدر يتابعه بطريقه يكون بطريقه رقمية. اسهل ايوه رقميه وامنه. نعم. ومخرجات الخدمه، يعني هو لما يقدم الخدمه ويكون في الخدمه مخرجات، المخرجات هذه يقدر يحفظها بشكل رقمي وامن بشكل مباشر. نعم. واذا بنتطرق لاليه العمل حاليا كيف يصير، كيف تعمل هي؟ لما يقوم المتعامل بتقديم خدمه عندنا على عن طريق الموقع او الموبايل، يوصل رابط SMS، هذا الرابط يكون فيه الرابط الخاص بالمحفظه الرقميه، وهذا الرابط يكون مرتبط بتطبيقات المحافظ الرقميه المعتمده اللي هي الشركات العالميه. مثلا اذا تستخدمين انت جهاز ابل او ابل، مثلا اذا كنت تستخدمين جهاز ابل بيكون اللي هو عندك الابل والت، واذا كنت تستخدمين اجهزه اندرويد اللي هو يكون جوجل باي. فهي يعني هذا الرابط يكون مرتبط بهذه التطبيقات اللي هي لهالشركات المعتمده. نعم. ومن خلالها يقدر المتعامل لما يوصل الرابط هذا ينزل ينزل في المحفظه اللي عنده في جهازه الخاص، ومن خلاله أي تحديث على الخدمة يقدر يتابعه من خلال هذا الرابط. يعني إذا قدم الخدمة يتابع التحديثات، في حال يبي يدفع مثلا في إجراء دفع يقدر يدفع، بعد ما تنتهي الخدمة اللي هو طلبها ويكون في هذه الخدمة مخرجات أو مستندات معينة. نعم. تكون أوردي موجودة ومرتبطة ويقدر ينزلها في جهازه بشكل فوري في لحظتها. نعم. ونحن في المرحلة الأولى طبقنا الخدمة أو المحفظة الرقمية في خدمة واحدة حاليا اللي هي تحويل المخالفات المرورية للمحكمة كتجربة. نعم. أولى يعني تفعيل الخدمة هذه. جميل. إذن ما هي خططكم أيضا المستقبلية فيما يخص استخدامات المحفظة الرقمية إن شاء الله؟ والله شوف، يعني احنا نعمل عندنا فريق اللي هو يسمونه التحول الرقمي موجود عندنا، وفي عندنا خطط اوريدي موضوعه ومدروسه تم وضعها مسبقا، يعني كلها تصب في اطار اللي هو تحسين الجوده والخدمات. وحاليا احنا شغالين اوريدي عندنا ان شاء الله باذن الله خلال شهر 8 ان شاء الله الشهر الجاي. نعم. في مجموعه من الخدمات بيتم اطلاقها، وبتشمل مجموعه كبيره بتم ربطها بالمحفظه الرقميه. يعني المحفظه الرقميه بنوسع استخدامها ان شاء الله، حاليا هي خدمه واحده لكن بتم ان شاء الله توسعه استخدامها، يعني وهذا كله بالاثر الايجابي اللي شفناه يعني من استخدامها لرفع مستوى الرضا المتعاملين. يعني تعرف انا بدل ما اعطيك امكانيه انك تستعلم عن معاملاتك عن طريق التطبيق فقط او الموقع الالكتروني، هذه قناه اضافيه للمتعامل سهله الوصول وفي جهازه بشكل مباشر، وانت هنا يعني تثري موضوع استخدام التقنيه والخدمات الرقميه الخاصه بالحكومه من هذا الجانب. استاذ، شو الفوائد المرجوه من اطلاق المحفظه الرقميه لخدمات دائره القضاء في ابو ظبي؟ والله في فوائد كثيره، يعني اذا بنتطرق يمكن بعضها على عجاله، مثلا نقدر نقول اللي هو يعني هالمشروع اول شيء هو يسهم في بشكل اساسي في تحقيق اهداف استراتيجيه، يعني ومن اهمها اللي هو عندنا احنا تحسين تجربه المتعاملين واعطاء افضل جوده في الخدمات المقدمه. تعزيز استخدام التقنيات الحديثه نساهم فيها بسرعه انجاز العمل، يعني هاي التقنيات حاليا هي كلها تساعد في انجاز الاعمال باسرع وقت ممكن اذا بنقارنها بالطرق القديمه او العاديه. صحيح. وعندك انت بعد طبعا لا تنسين، بما ان نتكلم عن موضوع الرقمي وما في حاجه انك تطبعين اوراق او مستندات، معناته راح نتكلم عن البيئه الخضراء، يعني بيقلل موضوع طباعه الاوراق والاحبار والمخرجات، وفي النهايه طبعا كلها بتصب في اطار نسعد المتعاملين والمستوى الرضا العام بيكون. نعم. ولراحته اكيد. استاذ سعيد يوسف القايدي، رئيس قسم تقديم الحلول التقنيه اداره تقنيه المعلومات بدائره القضاء في ابو ظبي، شكرا لك على المعلومات اللي زودتنا فيها. العفو. يعطيك العافيه. شرفنا التواصل وياكم. حياك. نورتنا. شكرا. شكرا جزيلا لك. يعطيك العافيه. والان بنسير وياكم مشاهدينا الكرام الى فعاليه الاكاديميه الصيفيه لشباب الامارات 2019 اللي كان طبعا في جامعه الشارقه في فرع خرفكان، وانطلقت صباح امس اللي هو البارحه ومستمره ل 4 اغسطس الجاري. خلونا نشوف ويا بعض هذا التقرير. الأكاديمية الصيفية هي إحدى مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب، وهي إحدى مبادرات الصيفية للشباب، وهي عبارة عن منصة في تقديم الورش والبرامج التوعوية والدورات والتدريبية والتثقيفية، وتقدمها إن شاء الله المؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف المجالات. وبدينا صباح أمس الموافق 28 يوليو بجامعة الشارجة فرع خورفكان، وكان ما شاء الله عدد بلغ تقريبا المشاركين 160 مشارك ومشاركة، بالإضافة إلى 20 متطوع متطوعة في الأكاديمية. وتشمل الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات في خورفكان على 30 برنامج وورش عمل، وهذا البرنامج راح إن شاء الله يستمر لغاية
4 أغسطس وراح نبدي من 10 صباحا لين 6 المساء، وإن شاء الله راح نكون عند حسن ظن شبابنا في تقديم أفضل البرامج لهم لإثراء رصدهم المعرفي خلال فترة الأكاديمية. قدمت اليوم ورشتي عاد التدوير ضمن برامج الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات في خورفكان، وكانت الورشة عبارة عن عدة مجموعات متنوعة من إعادة التدوير في خامات، منها تصاميم فنية بالمعجون وورش خيوط الصوف وفي عمل الدمى وورشة الربر. أبتدي تجربتي التطوعية الأولى بمشاركتي في الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات هني في جامعة الشارجة في خورفكان، والتجربة التطوعية تمتد ما بين استقبال وتنظيم الحضور، ونتأكد كذلك من جاهزية القاعات وطباعة الشهادات وغيرها من الأمور التنظيمية. وللحين أعتبر التجربة جميلة ومثرية جدا، وحابة أشكر مؤسسة الاتحادية لشباب الإمارات على توفير مثل هذه الفرص لنا نحن شباب الإمارات. والحين طبعاً نينا لموضوع جداً جميل وأنا عن نفسي أستمتع فيه، مهتمة بكتب تطوير الذات أكيد والبرمجة العصبية وقانون أكيد الجذب والقيادة الشخصية ولغة الجسد أيضاً وتحليل الإيماءات الجسدية ما كل شاء شيء الله. جميل، إذن اليوم إن شاء الله بيكون عندنا موضوع أيضاً قريب من هذه المواضيع، محاضرة طبعاً محاضرة بعنوان القيادة الشخصية، وطبعاً القيادة الشخصية الفعالة تمثل إحدى المهارات المهمة التي ينبغي أن يكتسبها كل شخص يتطلع إلى تحقيق أحسن نتائج لفريقه أو لمنظمته. والحين بنتعرف على تفاصيل أكثر، وبنرحب بضيفتنا في الاستديو المدرب المعتمد في التنمية البشرية وتطوير الذات الأستاذة نوال الشويهي. أنا مرحب فيك نوال. حياك الله. نورتينا. طبعاً نوال الشويهي مدرب معتمد في التنمية البشرية وتطوير الذات. نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء، واليوم نحصل دورة ببلاش صحيح؟ ولا بتاخذين عليه بيزات؟ لا 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 بالعكس. لا والله أنا قبل ما أبتدي وأستهل حديثي يقول لك دائما المحاور أو أنك تجلس مع ناس مختصة في موضوع معين بالحديث ها تغنيك عن 1000 كتاب تقرأ. صحيح صحيح، يعني اليوم إن شاء الله بناخذ كتاب بإذن الله ونستفيد من بعض إن شاء الله. أستاذة نوال، خبرينا عن مفهوم ومعنى القيادة. نعم شخصية القيادة طبعا هي علم بحد ذاتها، هي نعم. علم القيادة، ولكن إذا أنا اليوم بختصر القيادة الشخصية في مفهوم مبسط نعم. يصل لجميع العقول اليوم بعيدا عن الفلسفة. القيادة هي مجموعة من القدرات والمهارات اللي يملكها أي إنسان، ليس يشترط أن القائد يكون قائد على مؤسسة أو قائد فريق عمل أو لا، أنت حتى كرب أسرة قائد في المنزل، أنت كمعلمة وأهم قائد أيضا. نعم وأنت أيضا أم ربة أجيال، أي القائد أنت في منزلك، إذن القائد ليست صفة لصيقة بشخص في مؤسسة. لذلك نقول إن القيادة أصلاً مهارات وقدرات وانفعالات ومدى تأثيرك أنت كشخص على المحيطين فيك، ومدى أنت استطاعتك أن تأخذ بيدهم إلى تحقيق الهدف المرجو الذي أنت أسست إليه له هذا المجال. والشخصية إذا نتكلم عن الشخصية بنقول هي كل الانفعالات لدى الإنسان، أي انفعالات كانت عقلية جسدية تأثيرات داخلية، هذه كلها نابعة. إذا كنت قيادي راح تملك هذه التأثيرات اللي هي أنت بنيتها كقائد. نعم. وبناخذ جزئية يعني بسيطة لو تسمحوا لي، إن القيادة القيادة هي قد يقول البعض أنها فطرية والبعض الآخر يقول أنها هي مكتسبة. قد يولد الإنسان بطبيعته الفطرية قائد، وقد يكون قد اكتسبها من البيئة المحيطة، ولكن احنا نقول الهم الأكبر أنها تكون مكتسبة، لأن إذا كانت فطرية قد تتناسب البيئة المحيطة، ولكن نحاول قد ما نستطيع أن نحن تكون القيادة أو أي شيء يكون جميل ومحمود نكتسبه من البيئة. فعلا. نعم جميل. صفات القائد الناجح، أحيانا واحد هو قائد وهو ما يعرف، واحيانا في اشخاص ضعيفين ويمكن اشياء بسيطه تنقصهم او يعني عندهم بذور القياده ولكن تنقصهم اشياء بسيطه، فكيف اعرف نفسي هل انا قائد او لا،
وإذا كان لا كيف أنا يعني أكون قائد، وإذا كنت هي كيف أعزز هذه الصفات وأكون يعني علي أحس بعد هذا السؤال الطويل يبى يقودنا كلنا. ما أنا بقول لك باختصار، الحين إحنا الحوار هذا اللي فيه أنتوا قادة، واحد منكم ماسك الحوار. لا 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 مو واحد مننا، الحين أنت هني ماسك الحوار ونحن نسمع الحين. نعم الله يحفظك. بالنسبة للقائد الناجح، عشان إحنا القائد، خلينا نقول يعني شو يعني القائد. القائد قد يكون معلم، قد يكون قاضي، قد يكون مستشار. الصفات مشتركة بينهم، شو هي الصفات المشتركة؟ القائد يجب أن يكون له قدرة على الاتصال والتواصل مع الآخرين. يعني قد أكون أنا قائد لكني ما أقدر أتواصل مع الآخرين، ما الآخرين ما يميلون لي في التواصل، فأعجز ككوني هنا قائد أني أوصل لهم. فلازم يكون عندي تواصل إيجابي وفعال عشان أقدر أني أنا أثر على المحيط اللي فيني، المجموعة اللي عندي. أيضا لازم يكون عندي قدرة على اتخاذ القرارات الآنية في اللحظة التي مطلوب مني أتخذ فيها قرار الآن. القرارات المفروض تكون صحيحة أيضا في مكانها. نعم أحيانا. المفروض أني كقائد أكون مطلع على المشكلات الناس اللي معاي. ما يكون اليوم أنا قائد ومتفرد بنفسي وما علي من الجميع، هذا لا. لازم أكون أطلع على المشكلات المحيطة فيه عشان لا سمح الله لو صارت مشكلة أكون عارف الحل لتلك المشكلة. القائد أيضا يكون هدفه الأساسي الناس، محورهم الناس المرؤوسين اللي تحت إمرته. يجب أن يكون يأخذ بجدية أنه يسعى إلى تحقيق أهداف هذه المجموعة. والأهم من ذلك أن يحمل فكر إيجابي وتواضع. جميل. أستاذة نوال، ما توافقيني الرأي أن المفروض كقائد في مجموعة يكون عند الأشخاص اللي حوله إيمان فيه وأيضا ثقة فيه؟ لأن أحس ما حد بيتبعه أو أنه بيخلوه قائد إذا ما كان في عندهم ثقة يعني. ثقة فيه طبعا هذا أمر طبيعي. اليوم أنت حين خلينا على سبيل المثال رح شوي ننزل للسقف أن الناس كلها تستفيد من الموضوع. يعني حين مثلا أنت زميلتك أبو تلاحظين أنت نفسك ما بينك وبين الوسط الخارجي الاتصالات تنهال عليك في سبب طلب استشارة في موضوع معين. صحيح. ليش اتجهوا لك أنت؟ لأن شافوك الثقة وشافوك اللي أنت رح تعطينهم الحل المناسب لمشكلتهم. صحيح. فأنت تعزز الثقة فيك فتظلين يعني داخلك وتقولين الناس ما شاء الله وايد تثق فيني، معناته انت قائد ولكن لا تعلمين. فالقائد قائد مبطن، قائد من تحت الطاوله. فتشوفين الناس دائما تلجأ لك، دائما تيج انت هني، انت قائد بالفعل لانك تعطينهم المشوره وتحتوينهم. هم ما بيونك الا هم واثقين فيك. نعم صحيح. استانست مروه على فكره انت تقولين انت بيونك بيونك جسد. بالعكس شيء ايجابي. جميل. يعني اهميه القياده في حياتنا، احيانا تشوفين اسره مثلا او مجموعه من الاصدقاء او مجموعه يعني او فريق متميزين، ولكن كل شخص رايح في منحى غير المكان المناسب اللي لازم يروح له. خلنا نضرب مثال على أسرة. يعني أحيانا بعض الأسر ما شاء الله في تنوع فيها مثلا في المواهب، ولكن لأن ما في قيادة صحيحة ما وجهت هذه المواهب بالطريقة الصحيحة. كيف نحن يعني نحط ببالنا يعني ونضع هذا الهاجس في داخلنا أن لازم يكون تكون عندنا قيادة ويعني إدارة لكل الأشياء اللي حولنا سواء أشخاص أو موارد؟ تمام. إذا بنرجع للقيادة نفسها بنقول شو يعني القيادة؟ القيادة هي أساساً عملية تنظيمية. يجب أن يكون في شخص على رأس القائمة يمتلك كل القدرات والمهارات والصفات اللي أنا يوم بكون بشوفه هو قائدي. برتاح نفسياً أنا كمرؤوس. جميل. وبكون مؤمن وبكون بسمع الكلام وبسوي وبنفذ كل الأوامر اللي تصدر لي. صح. إذا كان هذا القائد فعلاً هو قائد. إذن العملية القيادة هي عملية تنظيمية بالدرجة الأولى. لازم يكون هناك في عدالة وشفافية بين الأفراد. ما يصير اليوم أنا أقول هذا الشخص في عنده كفاءة وعنده مهارات والثاني ما عنده، وأعتمد كل اعتماد كلي على اللي عنده كفاءات متناسي الشخص الآخر. صحيح. لا، أنا أخذ حتى باللي ما عنده كفاءة وأبتدي أهله. أنا اليوم قائد ولازم أعزز وأغرس فيهم العمل الجماعي. بالضبط. لتحقيق الهدف أو الغاية المنشودة. أنت اليوم لما تكون تروح عشان تنجز مهمة أحيانا ما تقدر تنجزها، يصيرك عجز في بعض الأمور وما تقدر تنجزها، فشو تسوي؟ تضطر تتصل في شخص آخر. نعم. صحيح.
صحيح. واللي بعده يتصل في آخر. إذا هنا القيادة صار إن الإجراء صار في تدرج تسلسل لير ما أنت حلت مشكلتك، معناته صار في قائد هو اللي أمر بإنجاز هذه النقطة. نعم. وهذه الجزئية. أستاذة نوال، هل الشكل أو الأسلوب أو الكاريزما لها دور في القيادة الشخصية؟ بالطبع. اليوم عشان نقول إن إحنا هذا قائد، يعني هل من المعقول ان اليوم انا بكون او بولي امري تحت قائد ما في ما عنده ثقه لاصدار قرار؟ نعم. ما عنده ثقه ياخذ بحل لمشكله معينه، ما يقدر يسوي شيء. الكاريزما هي مثل ما قلت سابقا، الكاريزما هي الانفعالات اللي موجوده والتاثيرات. نعم. والقدرات والمهارات. نعم. التي انت تقيس على اثرها هذا فعلا القائد انا أو يعني اكون تحت امرته ولا لا. صحيح. والكاريزما هي التي تخلق الشكل بالنهايه. نعم. كاريزما الإنسان مدى قوة شخصيته، الكاريزما هي الشخصية. مدى ما كانت قوة شخصيتك قوية وبارزة شكلك راح يسقط عليها. بغض النظر شو ما كنت أنت. نعم. قوة شخصيتك تبرز كشكلك. نعم. صحيح. شو الفرق بين القائد والمدير؟ لأن كل مدير عباله قائد. كل قائد يستطيع أن يكون مدير، ولكن ليس كل مدير يستطيع أن يكون قائد. بمعنى القائد مثل ما قلنا ما يقول أنا، المدير يقول أنا، دائما يبرز نفسه. القائد يقول نحن. القائد يؤهل ويطور موظفينه، المدير يجعلهم وسيلة لتنفيذ أمرا ما فقط. القائد يحافظ على المؤسسة ويحافظ على موظفينه ويطورهم، المدير يحافظ على الكرسي. صحيح. وأيضا القائد موظفين يتبعون دوم لأنه واثقين في أحس المدير، ما حد يتبعه لأن ولا عندهم ثقة ولا إيمان فيه. بالعكس كل واحد اللهم نفسي وكل المدراء طبعا. لا شوف هني إحنا قلنا كل مدير قائد وليس كل مدير يقدر يكون قائد، ولكن لو تكاملت في صفات القائد ممكن يصير قائد. طبعا فعلا نحن نمتلك قائدين في مكان عملنا على قادة في مكان قادة في مكان عملنا، علشان شيء نحن دوم نبدع وننجح. طبعاً. يعني كل إنسان قائد لازم تؤمن بالقيادة في ذاتك عشان تعرف إنك توصلها. صحيح. نعم. الإيمان. صحيح. والإيمان بشخصيتك وقدراتك وثقتك راح توصل فعلا لتحقيق الهدف. الوقت أدركنا، بس أنا أبغى أرجع في آخر سؤال اسمحوا لي. كيف أثر الوالدين وتأسيس أو بداية التربية، كيف هذا أثر على المدى البعيد في زراعة القادة؟ خلينا نقول زراعة القادة هني اصنع من ابنك قائد. كيف تصنع من ابنك قائد؟ اشرك في اختيارات الأمور الخاصة في المنزل الصغيرة. خذ الجمعية معك، قل له شو اليوم ناقصنا، عطى يتخذ قرار ولو كان بسيط، ولكن عطى شخصيته في اتخاذ القرار. شاوره. نعم. كل اسمعه، تفرد بالجلوس معه، خذ الحديث الجانبي معه، شوفه. إذا حسيت أنه يعني فتى ومبدع، لأن الطفل من سن 3 سنوات إلى 10 سنوات يطلق عند الإبداع. فلا تقتلوا أبنائكم بهذا السن، أعطوهم المجال، خليهم يطلقون، والله رح نصنع قادة. هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن. صحيح. صناعة القائد وهو صغير رح تكبر معه. نعم. خلي يلبي لك احتياجاتك الصغيرة. نعم، هذا رسالة للآباء والأمهات. نعم، يلبي لك احتياجاتك الصغيرة. لا تهمل، بيسألك عن سؤال جاوبه. صحيح. ابحث في النت وجاوبه، لا تقول له ما أعرف. نعم. أبدا لا تقول له ما أعرف، كله قدوة فقط لا غير. يعطيك العافية. شو رأيك بالكتاب والدورة اللي ببلاش؟ الدورة هذه رائعة ونحن فعلا استفدنا منها. أستاذة نوال الشويهي، المدربة المعتمدة في التنمية البشرية وتطوير الذات، نورتينا في استوديو 7 على 7. وفعلا مر الوقت كان والله صدق، يعني والله أنا ما حسيت مر بسرعة. على فكرة ترى من 5 دقائق يقولون خلاص اختموا اللقاء خلاص فعلا. ونحن قاعدين نكمل من بعدنا ياسين نسأل. الحمد لله نورتينا أستاذة نوال الشويهي. إن شاء الله أنا اللي أتشرف بوجودكم. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الحين بننتقل لفاصل، عقبها مكملين وياكم برنامج 7 على 7. خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة الجيرة. نروح لهذا الموضوع، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن البدء بمنح تصاريح العمل للمنشآت الراغبة بتعيين الذكور ممن هم على إقامة ذويهم، وذلك تنفيذا للبرنامج الذي يستهدف تعزيز استقرار الأسر المقيمة في الإمارات. بنتعرف يا علي على المزيد من هذه التفاصيل عبر الهاتف الحين ويانا الأستاذة مريم بن ثانية، مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الموارد البشرية والتوطين. يا هلا ومرحب فيك. حياكم الله.
نورتنا أستاذة. خبرينا عن قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن البدء بمنح تصاريح العمل للمنشآت الراغبة بتعيين الذكور ممن هم على إقامة ذويهم. أولا مساكم الله بالخير. وطبعا يأتي إعلان وزارة الموارد البشرية والتوطين عن البدء بمنح تصاريح العمل للمنشآت الراغبة بتعيين الذكور ممن هم على إقامة ذويهم تنفيذا لقرار أصدره مؤخرا معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل الداخلية، حيث بموجب هذا القرار بموجبه توسيع قاعدة المسموح لهم بالعمل في القطاع الخاص ممن على إقامة ذويهم وممن استوفوا الشروط المطلوبة للعمل داخل الدولة، وذلك بعد أن كان استخراج هذا النوع من تصاريح العمل فقط على الإناث. نعم. وطبعا يأتي هذا القرار في إطار برنامج يستهدف تعزيز الاستقرار الأسر مثل ما ذكرته في بداية البرنامج، ومساعدتها على زيادة دخلها الشهري من خلال تمكين أفرادها للعمل في القطاع الخاص. نعم. أستاذة مريم، ما مدى أهمية هذا القرار على المستوى الاجتماعي؟ هذا القرار من شأنه أولاً إتاحة المجال أمام منشآت القطاع الخاص تلبية احتياجاته الوظيفية من المقيمين داخل الدولة، وبالتالي خفض الكلفة التشغيلية على المنشآت. وطبعاً يأتي هذا القرار تزامناً مع قرار مجلس الوزراء اللي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، واللي بمقتضاه يتم تخفيض رسم تصاريح العمل ممن هم على إقامة ذويهم. طبعاً تأثيره الاجتماعي هذا يعزز الاستقرار الأسري مثل ما ذكرنا في البداية، ويعزز الاستقرار الاقتصادي للدولة. صحيح. من حيث أن المنشآت راح تستفيد من هذا القرار. أستاذة مريم، متى بيتم البدء في تنفيذ هذا القرار؟ أختي، هو تم البدء فعلا في تنفيذ هذا القرار من بداية الأسبوع وفي جميع مراكز الخدمة الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتوطين. نعم. أيضا نبغى نعرف والمشاهدين يعرفون ما هي قيمة رسوم لاستخراج هذا النوع من التصاريح. قيمة الرسوم لاستخراج هذا النوع من التصاريح يبلغ 300 درهم فقط ولمدة عامين. جميل. سواء كان العامل ماهرا أو من ذوي المهارة المحدودة. نعم. ولمختلف فئات منشآت القطاع الخاص ضمن التصنيف اللي تتبعه الوزارة، حيث كان في السابق الرسم يتراوح ما بين 300 و5000 وفقا لتصنيف المنشأة ومدى مهارة العامل. فهذا القرار أصبح هذا الشيء لا ينطبق عليهم، فقط الرسم 300 درهم. جميل جدا، شكرا لك الأستاذة مريم بن ثانية مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الموارد البشرية والتوطين، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. حياكم الله. شكرا لكم. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بنروح لموضوعنا التالي، حيث عقدت جمعية الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك جمعيتها العمومية العادية عصر الخميس 25 يوليو 2019، طبعا تلاها انتخابات مجلس الإدارة للدورة الجديدة. الزميلة ليالي حمادة تابعت مسار العملية الانتخابية في مقر غرفة تجارة وصناعة الفجيرة وعادت بهذا التقرير، نتابع معا. جمعية عمومية عادية التأمت اليوم لتناقش تقرير مجلس إدارة جمعية الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك وتقرير مدقق الحسابات، حيث تم التطرق للميزانية العامة والتصديق عليها وأيضا نسب توزيع الأرباح. عقب ذلك بدأت العملية الانتخابية وفتح باب التصويت أمام أرباب البحر. في عدة إنجازات كثيرة، ولكن لو قعدنا في الوقت الضيق هذا ما عندنا من ضمنها اللي هي عمل المستودعات للصيادين، من ضمنها هي عدم التنشيط للصيادين، من ضمنها هي الدعم للصيادين. في بعض الأمور عملناها كثيرة جدا يعني عديدة. أكيد أن الصيادي طالب، طالما الصياد هدفه للأفضل ومطالبة الأفضل، فأكيد لازم يكون في توسعة وأمور كثيرة، ونتمنى إن شاء الله في السنوات القادمة بيكون الأفضل بإذن الله.
بعد انسحاب مرشح 14 مرشحا على عضوية مجلس إدارة جمعية الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك تنافسوا للقيام بدورهم في جمعية تمثل همزة الوصل بين الصيادين والمؤسسات الحكومية مسخرة صلاحياتها في خدمة كل مستحق. احنا نطمح ان شاء الله للافضل في تعديل بعض من النقاط عندنا، ان شاء الله تكون نمشي عليها بالمسار الصحيح ونكون الافضل للصيادين باذن الله. وطبعا احنا وقفتنا كعضو مجلس اداره ومرشحين جدد للمجلس مره ثانيه ان نحل المشاكل اللي تعرقل الصياد باذن الله. طبعا احنا نسعى في الافضل للصياد وراحه الصياد ودعم للصياد والوقوف بجانب الصياد في كل ما يتعلق بالصياد. نسعى للتوسيع كادر الصيادين ومشاكلهم ونوقف جنبهم والدعم اللامحدود ان شاء الله. فنسعى للافضل اكثر واكثر، واحنا ان شاء الله داخلين المجلس وعندنا خطط كثيره ان شاء الله. انتخابات حرة أفرزت 9 فائزين في عضوية مجلس إدارة جمعية الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك لثلاث سنوات مقبلة في مشهدية تعزز استدامة القطاع ومساهمته في الأمن الغذائي الوطني ليستمر في تحقيق جدواه الاقتصادي. طبعا الآن بنتكلم أيضا عن موضوع جميل ورائع، برنامج القائد الشاب شهاب. هو مخيم صيفي وإحدى طبعا مبادرات مركز الأصالة للتدريب والاستشارة، يهتم بإعداد جيل مفعم بالطاقة ويهدف إلى صنع جيل من القادة أو القيادة المسؤولة. المزيد من التفاصيل رحب بضيفنا في الاستوديو عزان، أستاذ عزان عبد الله لوتاه، المدير التنفيذي للأصالة للتدريب والاستشارة، محاضر ومحفز ومستشار. هلا ومرحب فيك. مرحب فيكم، الله يبارك فيكم وفرحان بوجودكم، فرحان على جوكم ما شاء الله خفيف. شكرا. عرفنا ما هو أو ما هي القيادة؟ ما هي القيادة؟ على طول ندخل في صلب الموضوع. أنا أقول حق الأخت نوال أنت ما خليتي لي شيء، فصارت مقدمات كثيرة وطبعا في مدارس فكر مختلفة. لكن إذا نظرنا للقيادة أن هي قيادة لحظية، القيادة هي أخذ بشخص أو أكثر في اتجاه معين أو إلى فكرة معينة. فأنا ممكن أقول لكم يا جماعة خلونا نسوي مثلا تجمع كفريق كذا كهدية منكم أن نتعشى وياكم اليوم ونتعرف عليكم أكثر. وافقتوا على هالشيء، تحركتوا معي، هاي قيادة. نعم. جميل. أو ممكن أنا أعطيكم فكرة كمثال كمقترح ما شاء الله، يعني وأنا فعلا جميل الاستوديو، ممكن أقول والله الورد هذا استخدموا لون ثاني بيطرح طابع ثاني، غيرت الورد، إذا قدكم في هذا الموضوع بصورة خاصة. وما ننظر لك كمطلق القيادة أو كمطلق التبعية في هذه الحالة. هل القيادة دائما تصدر من شخص واحد أم ممكن أنا كقائد أيضا أستخدم رأي موجود في المجموعة وأيضا أستخدمه، وهذه قيادة صحيحة وإدارة لآراء مثلا في اتجاه صحيح لحفظ المجموعة؟ 100%. خلي يعني القيادة فيها مشورة، دائما فيها مشورة، دائما فيها اكتساب خبرات، لكن إذا القرار عندي أنا كقائد أنا اللي قدت، استشرت وعقب توكلت على الله. لكن كذلك في قيادة من الجنب، شخصين ممكن يقودون في نفس اللحظة، كأننا نعطي جهتين حكومية، تعالوا جهة الموارد البشرية جهة المالية وانتم اتفقوا على برنامج معين واطلقوا برنامج معين، هذين الاثنين يقودون في نفس اللحظة. انتم حين في هذا البرنامج القيادة من الجنب، انتم تسيرون البرنامج في نفس اللحظة وما شاء الله عليكم متناغمين متجانسين في الحديث، فهذه القيادة من الجنب. في القيادة اللي أنت تكلمت عنها قبل شوية، القيادة من تحت الطاولة، القيادة من الخلف. أنا ممكن أكون خلف المجموعة، لكن يا أخي أعطي بعض الاقتراحات بعض الشيء، أنا عشان في خلف المجموعة أشوف المجموعة. القائد اللي هم الأمام نسميه يكون حامل الراية ومتجه الأمام، ما يشوف، ممكن يغفل عن باقي المجموعة، يحتاج أنه يوقف ويلتفت، لكن هو في الاتجاه أبخص شخص عنده رؤية إن شاء الله. نعم. على طاري هالموضوع القيادة اللي ذكرتها مروة، في ناس
ما يبرزون مثلا في ساحة القرار، ولكن يسيرون الأمور كلها عن بعد مثل الخيوط هذه. صحيح روبوت شطرنج، أحجار شطرنج، أحجار شطرنج، ويسوون تحالفات مثلا يطرش هذا على هذا، وأحزاب. هذا الاستخدام السلبي. هل هذا استخدام سلبي ولا إيجابي ولا نفاق ولا شو؟ إذا ناس استخدم أحزاب وكذا، الطاقة السلبية اللي تنتج عن التحزبات والاختلافات هذه أحيانا قد تكون منتجة، لا لكن إذا أعطت طابع جو سلبي في النهاية غير ما فيها استدامة، مداها مش طويل. بالضبط بالضبط أحسنت، مداها مش طويل. ومهم عندي أنا كقائد أن أخلق الجو. الناس يتبعون القائد على شغلتين، يعني القائد يتبعونه على كيف يكون كينونة القائد وعلى وين متجه. إذا دخل الحين الشخص وفتح الباب لا قدر الله وقال يا جماعة في حريجي في المبنى، لو سمحتوا تتبعوني بالراحات ونحن بننزل من طريق السلم، الحين احنا ما بعرف الموضوع لكن اذا كلمنا بهالطريقه واتجهت جامع من اتبعه قادنا في هذا الموضوع، لكن اذا دخل ويضحك يا جماعه ترى في حريزه قوم خلينا نطلع، ما حد بيمشي عليه كينونته ما تقول سير بروح، سير بروحك، سير بروحك ماشي في الطريق، يستهبل علينا وشيء. هذا الطابع الانطباع اللي احنا اخذناه، لكن اذا توافق كيف يكون القائد مع اتجاهه هنا الناس يتبعونه. شخص طموح وفعلا طموح لكن في كينونته وفي تعامله مع الناس ما يعطي هذا الطاقة، والناس ما بيتبعونه في هذا الاتجاه. نعم صحيح. خبرنا أكثر أستاذ عن البرنامج وشروط الانضمام لهذا البرنامج. إن شاء الله أبتدي من الشروط. الشروط فقط أن الأعمار للشباب من 14 سنة إلى 20 سنة. كنت بغطي وجهي يعني 20 سنة يعني. هي شوي عدينا نحن يمكن شوي بسنة سنة. الله يبارك فيكم. من ناحية الشروط نحن ما عندنا شروط، لكن العدد محدود ك 21 شخص أساس إن يقدرون يسجمون كمجموعة. البرامج لله الحمد أنا قدمت في البرامج القيادية في 4 دول في 15 مدينة، وافتخر الحمد لله أني ابن البلد وقاعد أصدر هالخبرات، قاعد أنقل تجارب وياسي أجيب تجارب من برا وأشياء مريت فيها خبرات أرجع أزرعها في البلد هنا عشان تنبت وتثمر إن شاء الله. فتعاملت حتى مع مكتب رئاسة مجلس وزراء تحت وزارة السعادة في إعداد اللي هم الفئة الجامعية. نعم. والبرامج كان مطلق من عنده وكنا احنا نقدم فيه اسمه حياتي هادفة، فكنا نركز لهم على كيف حياة الهادفة، على التغيرات اللي بيشوفونها في مستقبل حياتهم غير عن التغيرات اللي احنا شفناها. نعم. وتيرة التغيرات هاي نبغي يكون عندهم مثلا مهارة التأقلم، يكون عندهم وجهة بالإضافة للهدف، عشان الهدف ممكن يتغير، ممكن الهدف يختفي في اللحظة. نعم. فبرنامج شاب، لا برنامج شاب ينظر إلى تأسيس الفئة اللي هم أصغر عمرا. نعم. اللي هم من 14 إلى 20 سنة. تكلمت أخ علي قبل شوية إن كيف نعد الشباب. نعم. أول وأهم شيء وأول وصية للأهالي ولنفسي كذلك إن نعطيهم مسؤولية. صحيح. إذا نحن ما أعطيناهم أي مسؤولية وما أعطيناهم أي قرارات كيف عقب يكبرون يصبحون أصحاب قرار؟ نعطي مسؤولية قصدك إن مثلاً نوكله على موضوع معين أنت تلتزم بهذا الشيء؟ شو ما كان ندرج فيهم. يعني هم صار نعطيهم مسؤولية صغيرة، يكبرون شوي نعطيهم مسؤولية أكبر. إذا في فرق في الأعمار نقدر نعطيهم مسؤوليات إخوانهم، إن خذوا إخوانكم لكان فلاني ولا دخلوهم اللعبة الفلانية، تشعر بأن شخص مسؤول. شخص مسؤول. نعم. نزرعها فيهم هذه. يعني القائد كل إنسان مسؤول عن العالم اللي يعيش فيه بتعريفه هو شخصياً عن العالم. يعني شخص ممكن يقول يا أخي أنا بالنسبة لي العالم يا أخي بيتي ووظيفتي، شخص ممكن يقول يا أخي أنا عالمي الدولة كلها، شخص ممكن يقول لا أنا العالم أهتم بالعالم. وهذا بيتصرف بطريقة وهذا بيتصرف بطريقة، لكن دائماً عندهم حس المسؤولية تجاه العالم اللي عايشين فيه، إذن هو قائد. نعم. ما بيخلون الشيء متروك مثل ما هو. جميل. من خلال طبعاً هذه البرامج التي تقومون بها كيف تعززون الوعي الذاتي والذكاء العاطفي عند القائد؟ إن شاء الله نأخذها واحد واحد. من ناحية الوعي الذاتي نعلمهم شيء اسم الملعب المدرج. الأطفال ينشئون في الملعب، دائما هم يتحركون، دائما الموضوع أنهم هم ما يعرفون يأخذون صورة أكبر. نعم. فنحن نتعامل معهم نقول يا جماعة أخذوا مدرج على أنفسكم، مثل اللي هو المدرب يكون في مدرج يشوف اللعيبة كيف يتحركون. نعم صحيح. نقول لهم خذ أنت الدورين، حاول تكون في الملعب والمدرج في نفس اللحظة. أنا الحين أتكلم وشايل هم الكاميرا وشايل كذا، أنا في الملعب قاعد أتكلم وقاعد أنقل الفكرة، ولكن كذلك عندي نظرة أوسع في المدرج في نفس اللحظة. صحيح. فهذا الوعي الذاتي يزيد فيها. نعطيهم مدرج على حياتكم، أنت وين حياتك منتجها، سلوكك هذا الإيجابي وين وصلك، إذا لا قدر الله سلوك غير إيجابي وين بيأدي بك. لكن عن موضوع الذكاء العاطفي يا خالي، الذكاء العاطفي يبتدي بالوعي الذاتي. إذا مدير عالق في زحمة
وواصل الشغل مزاجه متأكر وينقل هذا الاختفاء الصفاء هذا صحيح. يأثر على الجو اللي هو فيه ما عندي وعي ذاتي صحيح. فأنا أول شيء يكون عندي وعي ذاتي عقب أدير ذاتي إذا أنا فعلا نزعجت من الزحمة يا أخي بأخذ لي كوب شاي بقعد في غرفة استراحة بشرب لي كوب شاي عقب أقابل الناس نعم. عقب بنتقل صحيح. بشتغل مع الموظفين نعم. متخيل الاختبارات الصورة نعم. وكذلك العكس إذا شفت طاقتي إيجابية يمكن أستفيد من طاقة الناس أكثر الاجتماعات في هاك اليوم نعم. فمن بعد الوعي الذاتي وعي إدارة اجتماعي نعم بالضبط الوعي الذاتي إدارة الذات عقب مراجعة النتيجة ثم انتقل لحالي مثل ما تفضلت الوعي الاجتماعي نعم. دخلت نعم. أنا اليوم الاجتماع أشوف شو طاقة الناس أخذ مدرج على الموقف هل هم طاقتهم متحمسة هل في خوف نعم. في الجو يحتاج أن أتعامل إياه نعم. أو أنهم متحفزين ويحتاجون أن بس حد يقول لهم انطلقوا موضوع طويل وشيق وبصراحة فعلا. الوقت أدركنا للأسف نحن سعيدين جدا بهذا الله يبارك اللقاء وفعلا مورتنا. أسعتنا الله يخليك الله يحفظك أكيد نشكرك جزيل الشكر طبعا لوجودك معنا نعم. اليوم الأستاذ عزان عبدالله لوتان مدير التنفيذي لي طبعا أصال التدريب والاستشارة ومحاضر ومحفز ومستشار شكرا جزيلا لك شكرا الحضور معنا الله يبارك يعطيك العافية وصلنا مع طبعا وختامها مسك فعلا وصلنا لختام حلقتنا اليوم مشاهدينا تريونا باكر في نفس الموعد في أمان الله في أمان الله.